في صدمة كبرى، مبروك عطية يتعدى على شخص داخل مسجد، ننشر التفاصيل. وضربة كبرى من القوات الخاصة المصرية وبيان هام جدا لكل المصريين. وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا، ننشر التفاصيل. وعاجل، الحكومة المصرية تستعد لطرح عقوبة صارمة ضد مروجي شائعات. وتفاصيل قيام مصر بافتتاح أكبر مصنع مصري في العالم، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار. اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. صدمة كبرى، مبروك عطية يتعدى على شخص داخل مسجد. أثار الداعية المصري مبروك عطية ضجة كبيرة بسبب تداول مقطع فيديو له يكشف لحظة اعتداءه على أحد الأشخاص داخل المسجد نظرا لتحدثه أثناء خطبة يلقيها. وبدأ مقطع الفيديو بخطبة الدكتور مبروك عطية في أحد الدروس التي يلقيها على مجموعة من الأشخاص أمامه، إلا أن أحدهم تحدث أثناء الدرس، الأمر الذي أزعجه قائلا بصوت مرتفع: يا جماعة في خلل هنا، عاوز أعرفه. أنت يا ابني اللي بتتكلم ما ينفعش، أول مرة في تاريخنا يحصل ده، في إيه؟ وأظهر مقطع الفيديو لحظة إصرار مبروك على الذهاب إليه قائلا: أنا لازم أروح له، ما تعودتش أبقى قاعد كده، أقوم أروح له علشان أشوف الحدوتة. وعلى الفور ذهب أستاذ الشريعة إلى مجموعة الأشخاص الذين صدر من جهتهم الصوت قائلا: مين بقى اللي عاوز يفسد علينا علمنا؟ اتخرصت دلوقتي ليجمعهم جميعا أمامه حتى يتمكن من رؤيته. وخلال عودته إلى موقعه مرة أخرى لمواصلة خطبته، فوجئ باعتراض أحد الرجال من الجهة الأخرى على أسلوبه، ليرد مبروك: في حاجة هنا برضو، أجيلك أنا بدل ما تصوت علشان يمكن ترتاح نفسيا بتزعق تقول إيه، قبل أن يحاول إخراجه برفعه للأعلى مطالبا الجميع بحمله معه. مصدر معانا كم من وسائل إعلام مصرية، يعني مش عارف، عاوز اعرف رأي حضراتكم في هذا الخبر. طبعا الفيديو يعني مش هقدر ان انا انشره، ولكن عاوز اعرف رأي حضراتكم في هذا الامر او هذا الموضوع. ويعني صراحة الشيخ مبروك عطية يعني المفروض يبقى هادي شوية، ويعني لان هو امام كبير وشيخ فضيل لازم يكون هادي شوية مع الناس، لازم يكون الامور معاه يتعامل معه بشكل يعني كويس، مش هقدر اقول لائق، ولكن يعني يتعامل بهدوء مع الناس. ده وجهة نظري الشخصية، واترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر. وضربة كبرى من القوات الخاصة المصرية وبيان هام جدا لكل المصريين. تمكنت قوات الامن المصرية من القضاء على اكبر واخطر التشكيلات العصابية الاجرامية المسلحة بمنطقة الصعيد بمحافظة أسوان، والتي يتزعمها حمدي أبو صالح. ذكرت وسائل إعلام مصرية أن نشاط حمدي أبو صالح الإجرامي تخصص في جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير شرعية بمناطق مختلفة، أشهرها منطقة مرسى علم بالبحر الأحمر، وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة. أفادت بأن التشكيل العصابي مكون من 12 عنصر شديد الخطورة يتزعمهم حمدي أبو صالح الهارب من حكم الإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية المتنوعة، قتل وإتجار بالمخدرات وبلطجة. وأشارت إلى أن العصابة اتخذت من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيمة بدائرة مركز كوم إمبو بمحافظة أسوان مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. في التفاصيل قالت الداخلية المصرية إنه ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي، حيث تم رسم خطة أمنية باستخدام القدرات الفنية العالية في الرصد والتحليل. والتحريات مكنت من تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد التحركات لهذا التشكيل. أضافت أن قوات الأمن رصدت فجر اليوم تحرك أفراد التشكيل العصابي على متن سيارتين وبحوزتهم،
أنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة الأسلحة الثقيلة. وبمحاصرتهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه الشرطة، وتابعت قائلة إنه وبعد تبادل إطلاق النيران استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم. لقى زعيم التشكيل العصابي مصرعه رفقة أفراد المجموعة. هذا وضبطت بحوزتهم مدفع RPG-2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة، و12 سلاح آلي، وأربعة بنادق مختلفة الأنواع، واثنين طبنجة وفرد خرطوش، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة المختلفة لكل الأسلحة. كما ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة. المصدر معنا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. تحية كبيرة للعمليات الخاصة بالداخلية المصرية لهذا الإنجاز العظيم. يعني أنا شايف إن ده إنجاز عظيم، إن هم يعني يقوموا بهذا العمل وهو القضاء على أكبر وأخطر تشكيل عصابي في الصعيد. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي والتنفيذ فورا وننشر التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير شقة سكنية وكرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته، وتأمين كل أوجه الرعاية الصحية لمواطنة من محافظة البحيرة. وحسب موقع اليوم السابع، اتخذت وزارتا التضامن الاجتماعي والصحة ومحافظة البحيرة الإجراءات اللازمة حيال الحالة الإنسانية للمواطنة. بتعث السيد إبراهيم الشنشوري، حيث تم صرف مبلغ بقيمة 1000 جنيه من محافظة البحيرة وتوفير وحدة سكنية بأرض الإرشاد بمدينة شبرا خيط، ويتم العمل على نقلها للسكن الجديد، وتم صرف كرسي متحرك وسرير بجميع مشتملاته لها، وتم صرف مواد غذائية متنوعة وشاملة تكفي لمدة شهرين، وتسجيل حفيدة لها مطلقة بوحدة الربدان التابعة لإدارة شبرا خيط لصرف مساعدة مطلقات، وتم مساعدتها ببحث تكافل بمؤسسة التكافل بالبحيرة بمبلغ 400 جنيه شهري. كما تم التنسيق مع مؤسسة صناع الخير لعمل العملية للابن وتوفير سيارة لنقله إلى مركز النخبة بطنطا لإجراء الفحوصات والتشخيص اللازم له وتحديد ميعاد إجراء العملية الجراحية له. وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستغادر المواطنة بسيارة إسعاف إلى مستشفى شبرا خيط لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي المساعدة الطبية. المصدر معنا كان من اليوم السابع. هذا هو بكل بساطة الرئيس، الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل الحكومة المصرية تستعد لطرح عقوبة صارمة ضد مروجي الشائعات. أعلن عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري إيهاب رمزي أن اللجنة ستناقش قانون الوباء، وسيتم استحداث عقوبات جدية لترويج الشائعات والمخالفات الحالية. أضاف أنه يقترح أن تكون عقوبة ترويج الشائعات التي من شأنها المساس بالسلم العام وتسبب الذعر للمواطنين تتراوح بين غرامات مالية لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 100,000 جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 2 عامين. وتابع رمزي أن عقوبة المخالفات حتما ستكون أقل من عقوبة مخالفة الإجراءات، فغرضها حث المواطنين على الالتزام بالإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة المواطن والصحة العامة وتلاشي أي أضرار تنجم عن انتشار الوباء، وحددها بغرامات مالية تتراوح ما بين 3000 جنيه و10000 جنيه وفترة حبس بين 3 شهور لسنة. وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون الوباء إلى لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب لمناقشته، وقد أبدت اللجنة الموافقة المبدئية على مشروع القانون والذي ما زال في طور المناقشة باللجنة المشتركة بالاشتراك مع اللجان والجهات الأخرى المختصة. وقد نص مشروع قانون الوباء الطبي على استحداث لجنة خاصة للتعامل مع الأزمة بالاشتراك بين مجلس الوزراء والجهات المختصة، وتكون من صلاحياتها اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، وأيضا اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية وزارة المالية والبنك المركزي بعد موافقة مجلس الوزراء. المصدر معنا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفاصيل قيام مصر بافتتاح أكبر مصنع مصري في العالم. وأعلنت مصر عن تطوير وإنشاء مشروع مصنع غزل واحد الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم،
مشيرة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع مطلع النصف الثاني من العام المقبل. قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في مصر خلال اجتماعه مع شركات المقاولات المنفذة للأعمال الإنشائية في مصانع الغزل والنسيج أن تطوير وإنشاء هذا المشروع سيتم على مساحة 62,500 متر تنفيذ شركة جامة للإنشاءات وبقيمة تعاقدية تبلغ 780 مليون جنيه، وأكد ضرورة إتمام كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد والتي تشمل نحو 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم بتكلفة تقديرية حوالي 7 مليار جنيه، وذلك تمهيدا لتركيب الماكينات الحديثة الجاري توريدها من كبرى الشركات العالمية. وتضمن العرض موقف تطوير مصنع غزل 4 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على مساحة 24.6 ألف متر بقيمة تعاقدية 251 مليون جنيه. تنفيذ الشركة الهندسية للأعمال المتكاملة من المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاءات في الربع الثاني من 2022. وبالنسبة لتطوير مصنع غزل 6 تبلغ مساحته 17.7 ألف متر، ويتولى التنفيذ شركة المقاولون العرب بقيمة تعاقدية تبلغ 216 مليون جنيه. إما مجموعة المصانع الجديدة للنسيج والتحضيرات والصباغة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمساحة إجمالية 101.9 ألف متر، تتولى أعمالها الإنشائية شركة أوراسكو للإنشاءات بقيمة تعاقدية تبلغ 1.1 مليار جنيه. وبالنسبة لمجمع مصانع شركة مصر صباغي البيضاء بكفر الدوار والذي يضم 6 مصانع وهي الغزل والنسيج تحضيرات النسيج الصباغة وتجهيز التفصيل على مساحة نحو 175 ألف متر، تتولى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تنفيذ الأعمال الإنشائية بقيمة 2.3 مليار جنيه. وتضمن العرض أيضا الموقف التنفيذي للمجموعة الصناعية بشركة دمياط للغزل والنسيج، حيث سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 103 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز بقيمة 1.5 مليار جنيه تنفيذ شركة أوراسكوم للإنشاءات. يشار إلى أن مشروع التطوير يشمل أيضا الشركات التالية: حلوان للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والملابس، الدلتا جديدة شبين كوم طنطا، وجه إبلي، حيث تم الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات ويجرى حاليا الطرح على شركات المقاولات. مصدر معانا كان من بوابة الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وأيضا كان معانا المصدر من RT، أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا IEB على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.